اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من الدرينج. بهاي الحلقه حرأيكم اسهل طريقه تقتلون بها الزعيم الستريتد تري سبيريت دوده العملاقه اللي بحيره السكارلت تروت. قبل ما نبدا الحلقه اتمنى تنسون الاشتراك بالقناه ودعمي باللايكات، وهسه خليكم وياي متابعه. هسه حرأيكم مكانها، حرأيكم اسهل طريقه تقتلون بها هذا الزعيم. طبعا هو هذا ميني بوس، يعني مو بوس، اوكي، فتحتاجون تقتلوها حتى تكملون المهمه مع الميليسنت. واو، حراكم طريقة سريعة لان هو شوية هذا الميني بوس بصعوبة، تحتاجون تقتلوه حتى تكملون مهمة ميليسنت. واو، ننزل منه بهاي البحيرة، تكون دودة عملاقة تطلع لكم مرة ما تمشون بالماء شوية. هسه ننزل البحيرة، خلي الدودة تطلع. واو، هسه نخليها تلحقنا لهنا. جتي بس بسرعة يا رانس على الغصن. واو، خليها توصل للغصن اللي هنا قريب يمنا. نستخدم عليها بس نبتعد لان اكو نيران شوية، ننتبه من النيران مالتها. ننتبه من نيرانها بس دقيقة، ناخذ ال بس ننتبه من نيرانها. ننتبه من نيرانها، وهذا هو، هي ضعيفة ضد النار والفروست بايت، فاستخدموا استخدموا التعويذ مع النيران والفروست بايت حتكون قوية ضدها. واو، هاي اسهل طريقة، بس انتبهوا شوية من نيرانها. دقيقة، يلا ما باقي لنا شيء. بس انتبهوا من نيرانها، هاي اسهل طريقة. دقيقة، هاي قضينا عليها. باعوا أسهل طريقة، تعطيكم جولدن سيد هم، هذا هو. بعد تقدرون تباعوا تلقون هنا الاستدعاءات، هسه ورا ما تقتلوها راسا تلقون هنا الاستدعاءات مال ميليسنت. هنا يا اما تساعدون ميليسنت يا اما تكونون ضد ميليسنت. هسه نروح نساعد ميليسنت، اختار نساعدها. هسه هيجونا بعد ذول الانفيدر، اقوياء شوي، انتبهوا. يلا اسرع، لا لا مو السحر مال الهيلث. جيد، نروح نساعد ميليسنت بسرعة لانه ما فيها فايدة اذا مات ميليسنت. اوه، ثلاثة. لا لا، هاي قضينا عليها. قضينا. قضينا عليهم، هذا هو، ممتاز.
هذا هسه اخذنا هاي روتن وينجت سورد مسكنا. اوكي هسه حنتلقون ملسنت هنا انا نحكي وياها. هسه طبعا ورا ما تروحون لاي لاست جريس وترجعون لميليسنت تلقوها باعو نعم ميتة تعطينا انلايت جولد نيدل. هسه راوكم هذا وين تودوه باعو بالخريطة هنا نروح لهنا باعو هذا المكان بالخريطة هذا الجوري شيك لهذا الساحر. طبعا اصدقائي احنا اذا اختارنا نساعد ميليسنت هنا بس راح نحكي وياه ما راح يعطينا شيء. اما اذا اختارينا لا نكون ضد ميليسنت ميليسنت هناك راح تتحول الوردة وراح نلقى الساحر ميت بس احنا راح نقتله حتى ناخذ اسراويكم. باو هاي حتى ما تحتاجون تقتلون تصيرون ضد ميليسنت بس تساعدوها وراها ولا ما تخلص المهم الكويست مال ميليسنت تجون تاخذون الايتم باعوا تاخذون هذا هذا الايتم ابدا ما راح يفوتكم. طبعا هذا الايتم يزيد لكم بنسبه كلش كبيره الانكنتيشن مالتكم. طبعا اصدقائي هنا وصلنا لنهايه مقطعنا اتمنى تكونوا استفادتوا ولا تنسوا الاشتراك بالقناه ودعمي باللايكات.